والتوكل عبادة من أجل العبادات، ومن فوائد التوكل، وهذه تكفي، توكل يقود إلى الجنة برحمة الله، والتوكل فيه الحسبان، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأفضل ومن أفضل فوائد التوكل أن المتوكل يحبه الله تعالى. يعني تخيل زول مؤمن بيصلي وبيصوم وتاجر، ما عنده عبادة كثيرة بعد الفرائض، لكن زول تاجر في السوق زاي، لكن متوكل على الله سبحانه وتعالى، سوي السبب وبيعتمد على الله جل وعلا، ده قال لك الله بحبه، فما بالك بالذي يتوكل فيما هو أعلى من التجارة. عشان كده ابن القيم قال التوكل على قسمين، توكل في أمور الدنيا وتوكل في أمور الدين، وفي كليهما خير وأجر. وتوكلت في أمر دنيا اعتمدت على الله، أنت تؤجر لأنك قمت بهذه العبادة، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولو توكلت في أمر دين فإنك تؤجر. قال ولا شك أن أشرف أنواع التوكل التوكل في أمور الدين، وهذا الذي يكثر في سير الأنبياء والمرسلين. القاون دائما بيتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام يذهب إلى فرعون يعتمد على الله، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا في الغار، وهكذا بقية الأنبياء والرسل يتوكلون ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى. زول بيتوكل الآفات دي بتزيح منه، بتلقى متوكل على الله. هو شفت تلقاه زول في الدنيا دي زي زول راجل راجل، الناس ما بخوفوه، ما يزول بيرجفوا غرية كاملة، تلقاهم واحد شنبه يربط عتود تلقاه بخاف له من قطع، غرية شت ترجف من قطع خدره، يقول لك ده بيان فكي فلان. هس الجمعة الفاتت دي مشينا منطقة في الطريق، يشينا غرية في النيل الأبيض، لقينا مرة مارقة من بيان، ميدان كامل مخلينه لعلم، بس قالوا الفكي جا داخل الميدان ده بالليل، يعني بيان جو كذا وكذا، ناس تكلمت الله يتقبل عن التوحيد وكذا ومشوا. حمد النيل ده مدفون هنا في المغابر جنب الأهلية، عنده بيان هناك جنب استاد الهلال، شفته بعيني، بيان في زقاق، من هنا اللي بيوديه هناك شنو؟ تمشي الهلال، ناس المريخ ما بيزعلوا، اللي بيوديك بغادي شنو؟ وزول ميت اللي بيحركه شنو؟ يقول لك لا حلمني وكذا وكذا، اصله كان دار تقلع عليك ارض في البلد دي، بس نوم واصحى، ولا تجيب لك محامي ولا تدعب ولا كذا، بس نوم واصحى، بتقلع لكن بتخش جهنم بعدين. تنوم وتصحى والله فكي فلان حلمني المنطقة دي، قال ما فزولي صلاة وده بيان ليه وكذا وكذا وكذا، ويجوا كلام غريب وعقائد في البلد دي، نسأل الله العافية. وأي زول يكره الكلام ده يراجع إيمانه، أي زول كبير صغير، زول محترم ما محترم، دكتور ما دكتور، يراجع نفسه. مجرد ما تتضايق من التوحيد ومن الإنكار المنكر، أن احنا الناس دي المضايقين لنا، لأنه نحن في النهاية مبتلين بالغلا ده معاون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما حارقنا الغلا بس دي ما دنيا بتزول، حارقنا إنه بغضبوا الله سبحانه وتعالى. الليلة بيعتقدوا في بحري بدوا الجنة، إذا إرقاب ولا منو بدوا الجنة، كباشي بدي الجنة، كباشي كم أدى ولد إلى آخره، مكاشفي بيكشف في القلوب، أداء إسماعيل الولي تاع الأبيض ينادوا في الشدائد، ينادوا وقبته بركت رب ما قدر يرفعها، بركت فيه رب ما قدر يرفعها، ده ينجيك من ياتو كرب. شيوخ ده شفت الصوفية في البلد دي حق الله ده وزعوه، وصح حق الله ما شالوه كله، لكن شالوه شرك بالله سبحانه وتعالى، حق الله علم الغيب، قالوا الشيوخ بيعلموا الغيب، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، حق الله ينادوه براو، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، لا وننادوا الشيوخ،
واي زول يتضايق من الكلام ده جره من يده، ركبوا شارع البحر ده هناك. ما شفته جم حسن جيب الله ولا جاه الله ولا اسمه منو، كاتب يا مكاشفي، ها كاتب يا مكاشفي، ما شفته يا مكاشفي كاتبها هناك. بعد وقع الله وقعها رب، وقعت مشى سوالها أزمنتي وسواها بحديد تاني يرميها الجليل العظيم. قتلنا زاوين داخلين وبلاوي ومشاكل في البلد دي، عقائد غريبة جدا يا ناس. لفوا السودان ده شوفوا المصايب اللي فيه، جباب مبنية تبرك بأتربة، منارات ومغارات ودول كاملة لناس ما عندهم وكيل عريف، بس راس مال بخور جابوه ولا لوب وإشاعات ثلاثة أربعة نسوان شغالات معاهم لافات في واحد مصطوبة واقع وجاريات لافات، فلان عمل وفلان كذا، املوا البلد كلها والله الذي لا إله غيره، يعظمون ويعتقدوا فيهم. أول أمس والذي رفع السماء، واحد اتصل به من السعودية يتكلم معي، قال لنا مراتي قتلوها القوم. قلت له كيف قتلوها؟ قال جاي يا رغان بل ودوها المستشفى ودوها للقوم. قال الشيخ بيبزق فيها، يقول لي يا اخي مودينا الدكتور البيت دي عيونها بقت صفراء، ده يا رغان؟ لا 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 لا، مرض ده ما مرض، دكاتره. وطبعا لا قرا دكتور لا بيعرف، لا قرا طب لا بيعرف انجكشن ولا جنكلكي، بس يا هوم جازفه ساي لبزاغه ده، بس يتفتف فيها. قال لما انا اتصل بها يا ناس المره ودوها ودوها ابو، قال قطعت تذكره جيت السودان، جيت خميت مرتي، قال من اهله ومن الناس، قال ومن الشيخ، قال وديت الدكتور اول ما شافه قال لي والله الذي لا اله غيره، قال لي انتوا ناس بزاق، دكتور ذاته موحد يكون حضر له خطبه، بعدين قال لي انتوا ناس بزاق، قال لي والله يا اخي المرض، قال لي المرض عندها 11 صليب، ثاني ما بقدر اعمل اي شيء، قال لي المرض بقت تعال لي، قالت لي يا فلان انا رقدتي دي ما قايمه منه، اعافي لي وذهبي في الدولاب الفلاني امشيل، والناس يضروني الاقيهم قدام بس وماتت، قال لي ما قامت، قالت الناس يضروني وجبت الاقيهم بعدين تشوف. مصايب يا اخي في البلد دي يا اخي، ودي ما اول مره ولا اخر مره، ده غير انتهاك الاعراض يا اخي، ومشاكل كثيره جدا يستروا عليها ويسووا فيها. ساوين يمشي يا اخي عرسان يمشي لشيوخ وفكيا في البلد دي، ليه عندهم شنو؟ عندهم شنو؟ اذا الرسول عليه الصلاه والسلام الله بيقول له في سوره ال عمران ليس لك من الامر شيء، ليس اداه نفي، شيء نكره في سياق النفي، ليس لك من الامر شيء تفيد العموم، ده للرسول عليه الصلاه والسلام. إذا النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، زوجة أحب نساء إليه من الأحياء عائشة إلى أن فارقت الدنيا ما عندها ولد، تقول لي فكيد دي ولد؟ إذا زكريا عليه السلام عمره 90 سنة، 90 سنة بيدعو الله سبحانه وتعالى، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. إذا إبراهيم عليه السلام، ابن كثير بيقول الله رزق الولد وهو ابن 84 سنة، ولا فكي أخ بدي جنة، فكي عنده شنو؟ مفلسين وتعبانين أكلوك في العصيدة الحامضة تحت الكوريك ديك، وهم يأكلوا في اللحم والعتان والخرفان، نقول لك دي فيها بركة، الحامضة دي فيها بركة، يعني العتود ده فيه شنو؟ إذا دي فيها بركة، يعني ذاك فيه شنو؟ والله كله بلاوية، ما تعرف تبكي ولا تضحك ذاته، زي ما قال أبو الدرداء رضي الله عنه شر البلية ما يضحك. طيب قال ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، يعني لو التشاؤم ده رداك عن الشيء اللي انت ما شيلو انت أشركت، لأنه الشيء اللي تشاؤمت به ده ما عنده علاقة، النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. وتلقى واقف في صف
بتاع ايش؟ صف بتاع نتائج ولا بتاع غيره من الاشياء. فلان قدامه سقط، فلان قدامه سقط، طوالي ويمرق من الصف يقول لك يا زول ده كلهم سقطوا، بعدين احنا نسقط معاهم نتجرى معاهم. انت ما تتشائم بشيء، انما تجعل عقيدتك في الله صحيح. قالوا فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ يعني لو زول جاءه تطير يعمل شنو ويقول شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، احفظ الذكر ده، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، اللهم لا خير إلا خيرك بيدك الخير، ولا طير إلا طيرك بيدك الضر أنت سبحانه وتعالى، ولا إله غيرك. ثلاثة جمل، ثلاث جمل، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وله للإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه، ده الأثر ده ضعيف، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، اللي بيخليك تمش تواصل ولا خليك ترجع، دي الطيرة. معناه صحيح لكن هو ضعيف الإسناد.